إذن نعود مشاهدينا مرة أخرى إلى ملفنا الأول وحول استمرار القصف الإيراني لمناطق شمال العراق. في ظل رد باهت من الحكومة، معنا عبر الهاتف من أربيل مدير مركز الهدى للدراسات الاستراتيجية والأبحاث الدكتور محمد بازياني. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله دكتور. بعد ما يزيد على 9 أيام من القصف الإيراني المتواصل على مناطق في أربيل، 6 قرى نزحت بالكامل. هذا النزوح بدا نتيجة للقصف الإيراني، والردود الحكومية لا زالت باهتة. كيف تنظر إلى الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة الواقع العراقي، واقع الحكومة العراقية بذات، واقع حكومة إقليم كردستان. طبعا الحكومة العراقية حكومة كما تعلمون حكومة ضعيفة، حكومة فيها إشكالات كثيرة. أكثر من سنة لم يتم لحد الآن تشخيص رئيس الجمهورية، ولم يتم تشكيل أي وزارة ورئيس، ولم يتم تنصيب رئيس وزراء معين. هذا الاختلاف في وجهة النظر والتناحر بين الأحزاب الموجودة بالساحة العراقية أدت إلى أطماع الدول الإقليمية، وبالذات تجاوز الحدود بكل الأشكال. دكتور محمد، هل كانت إيران لتقصف العراق بهذا الشكل الوحشي وتستهدف المدنيين بهذا الشكل قبل الاحتلال الأمريكي، أم ربما كانت لتفكر 1000 مرة قبل أن تقصف لما تجد من رد الجيش العراقي في حينها؟ حقيقة كما نعلم أن الحكومة العراقية السابقة وبالذات قبل 2003 كانت لها هيبة في المنطقة، لأن الجيش العراقي في تلك الآونة، أي قبل الدخول في حرب الكويت، كان الجيش مهار وكانت تعتبر من أكبر الجيوش في المنطقة. لذا حتى الحكومات اللي كانت موجودة، سواء الجمهورية التركية والجمهورية الإسلامية، الجمهورية الإسلامية، لم تكن يعني تريد الحرب مع جيش جرار، وكان هذا الجيش له تجارب سابقة. كانت في تحرير فلسطين أو في حرب فلسطين في سنة 1948، أو الحروب اللي كانت موجودة في المنطقة الكردية. هذا الجيش كان جيش جرار، لذا حتى في زمن بولند أجويد وفي تركي أردوغان أثناء السد الأتاتوركي العظيم اللي كان تم سده، تم حصر المياه لفترة قليلة، ولكن نتيجة إنذار الحكومة العراقية للجانب الحكومة التركية لم يتم يعني سد المياه الفرات عن العراقيين ولو للسويعات. نعم. إيران اليوم طالما تبرر قصفها لشمال العراق باستهداف المعارضين لها داخل الأراضي في شمال العراق، كيف يمكن أن تبرر القصف اليوم على قرى مأهولة بالسكان، قرى مدنية تقصفها إيران؟ ما المبرر لها اليوم؟ إيران تدعي أنها هناك معارضة يتم تسللها من المناطق الكردية المحاذية الحدودية إلى داخل الأراضي الإيرانية، لكن هناك كما نعلم أنه هناك مظاهرات نتيجة يعني الظلم اللي حدث على فتاة كردية، وهذا انتشر إلى جميع مدن وضواحي المنطقة الكردية، وكذلك وصل إلى طهران والمناطق الأخرى. فهذا في عين معظم الخبراء أنه يتسلط الضوء على خلل آخر في خارج حدود الجمهورية الإسلامية الإيرانية. فهذا نظر الخبراء اللي مراقبين السياسيين والخبراء، لأن هؤلاء المجاميع الكردية المعارضة للحكومة الإيرانية صار لهم زمن كثير، أكثر من 30 سنة موجودين في المناطق الكردية، ويحاولون أنه عدم يعني دخولهم إلى المناطق المحاذية إلى إيران لعدم يعني خلق مشكلة معينة. لكن الآونة الأخيرة
سيتحجج الإيرانيين بأنه يتم تسلل الكثير من القوات الموجودة في تلك المناطق اللي معارضة للحكومة الإيرانية، ويتم قناعتهم بالمخربين والإيرانيين. نعم، في مقابل هذا الكلام، الخارجية الإيرانية، وزارة الخارجية الإيرانية تصف القصف الذي استهدف مناطق في أربيل بأنه إجراء قانوني. هل ترى أن هناك مسوغ في القانون الدولي لتبرير قصف دولة إلى دولة أخرى فقط لأنها تستهدف معارضين لها؟ المشكلة أخي الفاضل أنه القانون الدولي، أنا بدكتوراه في القانون الدولي العام. أخي الفاضل، القانون الدولي كما نرى أنها يعني لافتة، ترفع، القوي يأكل الضعيف بالقانون الدولي. روسيا الآن دخلت إلى منطقة أوكرانيا كما تعلمون بالحديد والنار، أين القانون الدولي أخي الفاضل؟ الأمريكان أين القانون الدولي؟ القانون الدولي صياغة بيد الدول الكبرى، وبالذات دول اللي لهم يعني حق النقد الفيتو. يعني أين القانون الدولي؟ القانون الدولي أين كان وأين؟ عندما تذبح الفلسطينيين في غزة وفي الضفة، أين القانون الدولي؟ أين حقوق الإنسان؟ أخي الفاضل، الآن بدأت البشرية تعيش في شريعة غاب، القوي يأكل الضعيف. أخي الفاضل، أين القانون الدولي؟ لو كانت الحكومة العراقية حكومة قوية لم تستطيع الحكومة التركية ولا الحكومة الإيرانية أن تقصف المناطق، لكن الحكومة العراقية حكومة ضعيفة، أي شخص يجي يستطيع أنه يتحرج بالحكومة لأن تعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرق. الآن متفرقين العراقيين، ما يستطيعون أن يشكلون وزارة، يثبتون رئيس جمهورية، ينتخبون رئيس جمهورية. أخي الفاضل، يعني حالة العراق حالة مزرية مع الأسف، يعني هذه الحالة كلها على المواطنين، يعني الآن أصبحت العراق ضيعات أخي الفاضل. طيب دكتور، بعيدا عن تبريرات إيران بأنها خلفية. تقول أنه يعني كل نعم. لكل من يصول ويجول، نعم، لكل من يصول ويجول. في هذا الإطار دكتور، يعني بعيدا عن تبريرات إيران وفي ظل قتل العراقيين المستمر منذ ما يقرب من 10 أيام، سنصل إلى 10 أيام، هل بقي شيء في الحكومة يسمى سيادة للحكومة، سيادة لحكومة العراق اليوم؟ هل بقيت سيادة؟ أخي الفاضل، سيادة العراق منتهكة أرضا وجوا وسماء أخي الفاضل، لكن وين أين القانون الدولي؟ ليس هناك قانون دولي، كما قلت قانون القوي يأكل الضعيف. نشكركم الشكر الجزيل من أربيل، مدير مركز الهدى للدراسات الاستراتيجية والأبحاث الدكتور محمد بازياني، شكرا جزيلا لك.